مساء الخير، شوكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونون بخير. راح اقدم لكم مساله الان عن الجزء الاخير من المحاضره الثانيه اللي كنا نتحدث فيها عن استخدام تقنيه النانو تكنولوجي لاستخدام العلاج بالاشعه والعلاج بالحراره. وقلنا ان العلاج بالاشعه اللي هو راديشن ثيرابي، قلنا انه يعتمد على استخدام الاشعه اللي هو عن استخدام نوعيتين اللي هي دايركت واندايركت. وعرفنا الدايركت تشمل النيوكلايز راديشن، يعني الاشعات النوويه اللي جماعه الرادون، يعني الرادون جماعتها. وايضا الاندايركت هي تقسم الى نوعيتين، فوتو دايناميك والنيوترون كابتشر. وهذه كلها وضحناها بالمحاضرات السابقه. نيجي هسه على استخدام تقنيه اخرى تعتمد على استخدام الهيت، الحراره البيس مالتها، ايضا تستخدم انه كفاءه جيده في محاله الخلايا السرطانيه او المنطقه المصابه بالسرطان من خلال تاثير حراره معينه على المنطقه المصابه. بعدين طوروها، قاموا يستخدمون جسيمات نانويه يمكن انه يتم توظيفها في هذا المجال، حيث عن طريق انه توصل الى المنطقه المصابه وتشعيعها بحراره معينه بحيث تتهيج عن طريق ما يسمى بالسيرفس بلازما ريزونانس. هذا توفركم انتم درستوا بالماجستير، فهي هذه يعني الاساسيات اللي حنتطرق لها في المحاضره هذه. بس نجي محاضره الثيرموثيرابي، يقول لنا انه هو يعني مثلا الفقره الاولى الافشنسي، انه هو اوف هيت الكانسر، يعني هو يعتمد على اساس الحراره في معالجه الكانسر تريتمنت. هو يقول لك تم هذا هو اكثر شيء مميز في هذا في هذه الطريقه، واللي لاحظه يعني تم ملاحظته بشكل مؤخر. ايضا يقول لك من اشهر نوعيات الثيرموثيرابي، تنشر النوعيات تستخدم على الحرارة وتستخدم مصادر مختلفة لتوليد الحرارة، اللي هي أما تكون عن طريق الأجنومنتيك ويف، ألتراساوند، أو تيوبز وذ ووتر. يعني يستخدمون تيوبات مثل الألياف، يقدرون يخلون يعني تكون مصدر لإنتاج حرارة عن طريق مرور الماء، هذا الماء هو يولد لي الحرارة. هاي التقنية شوية متطورة، يعني هذه ممكن هذه مو عندنا أكثر شيء خارج البلد. نجي هنا بالإضافة إلى ذلك، وجدوا أنه هناك طريقتين متميزاتين، هو هذا الاثنين يعتمد على العلاج بالحراره، لكن هناك شوفوا النقود لا تختلف عن الثانيه من حيث استجابه المنطقه المصابه لهذا النوع من العلاج. المنطقه المصابه او المنطقه البيولوجيه اللي يسموها هي الهايبرثيرما، هايبرثيرما والثيرمال ابليشن، بالاسم هاي الاثنين يعتمدون على الحراره، لكن واحده تستخدم ليزر والثانيه تعتمد على تفاعلات حراريه. نجي هسه نعم ليش احنا نقول انه خذ من هذين الطريقتين بوث اوف ذيم او بوث فورم اوف ثيرموثيرابي، لاحظوا انه السايد افكت مالتها شوفوا انه قليل، يعني ما ياثر على جسم الانسان بصوره عامه. ايضا دخلت مثل ما قلنا سابقا دخلت تقنيه النانو تكنولوجي، اذا كان لها دور مهم في هذا النوع من العلاجات، علاج المنطقه المصابه. الفقره الاخرى يقول انه هنا اساس عمل هذه الطرق اللي تعتمد على الحراره تعتمد على نقطتين اساسيتين مهمه. النقطه الاولى اللي يسموها localized release of encapsulated drug or some chemical substance، يعني انه هذه الطرق اللي تعتمد على الحراره يسموها thermotherapy، ثلاث انواعها كانوا انه اللي نستخدمها احنا لازم اكون عاملين مهمين لازم نتحكم بيهم نستخدمها، اللي هي الايصال الموقعي للماده النانويه، يعني تزود الماده النانويه اضمن انه كانه وصلت المنطقه المصابه، وايضا انه ضمان انه ايصال الحراره لهذه المنطقه. هاي من قالوا يعني هاي نتحكم بها، نقدر نتحكم بها عن طريق هاي النوعيه من التقنيات. نجي ايضا هنا وضحنا لكم مخطط بيوضح شلون بتصير عمليه كل من اللوكلايزد هيتنج وحاله الحراره وحاله ايضا وجود جسيمات نانويه. يعني هاي التقنيه الثيرموثيرابي وجود تقنيه النانو جسيمات نانويه شلون بدكم؟ فاكتب مخططين، مخطط A ومخطط B. مخطط A اللي هو يحكي عن تقنيه انه شلون مثل الان في حاله عندي جسيمات نانويه بخذ ثلاث انواعها، الجولد، السيلفر، التيتانيوم، من احقنها المنطقه المصابه فاني احب من وصولها المنطقه المصابه، بعدين شلون اخلي تدفع المنطقه المصابه؟ عن طريق استخدام احد الانواع اللي حكينا عنها اللي تم تقييم الحراره اللي هي اما الليزر او الالترا ساوند او الالترا ماجنتيك، يعني اي اشعاع اشعاع يولد حراره من منطقه موجيه يستقبلها الجسم. النوعيه الباراجراف الثاني عفوا يعني الفقره الثانيه 3 بي الرسم الثاني، هذا يبين على انه كيف استخدام بدون ما اصل سمات نانويه، يعني قبل تدخل سمات نانويه،
شلون انه اكون حار في علاج المنطقه الحراريه. فهذا هو لازم اوصل درجه حراره معينه. هذه درجه حراره من اوصلها المفروض انه منطقه المصابه تبدي تقل الخلايا الميته بها. هذه بدون دخول الجسيمات نانويه. نجي سنة هاي الفقرة دي بوضح دي يجب أن تدخلي بوضح لكم شو معنى عملية thermal ablation. بيقول لك إنه هي non ionized إن هي مثل الإشعاعات الإشعاع إيون هو إنما هي الحرارة. بيجي سنة بدي بوضح لكم ما معنى hyperthermic treatment. hyperthermic treatment شو فرقها عن laser ablation. هذا هو الفرق مالتها، الفرق بالحرارة. يعني أنا أجيب حرارة أخذها على المنطقة المصابة توصل الحرارة 40 إلى 45، هذا هو حد لهنا. فإذا صادت على المنطقة المصابة أوكي، إذا نعتمد على هذه التقنية. لكن إذا ما صادت نستخدم تقنية أخرى اللي يسموها thermal ablation اللي أكثر شيء تستخدم استخدام الليزر. هذا تكون توصل إلى درجة حرارة شفت توصل إلى فوق 45 أبعد. أيضا يعني وصل درجة حرارة يعني إذا جبنا مثل ليزر أشعاعنا على الجسم أو عالج المنطقة فنقول هذه طريقة جيدة. لكن درجة حرارة توصل فوق 45 اوكي، لكن مو درجة حرارة الغليان، لا يعني مو هاي الدرجة نوصلها بدك على منطقة المصابة. لكن رغم ذلك ايضا من خلال استخدام هذه التقنيات يكون هناك اكو بعض الاوبستكلز. اوبستكلز يعني معوقات، يمكن ان تواجه كل من الطريقتين هاي الثاني او من او الطريقة الثانية اللي هي الثيرمال ابليشن. الثيرمال ابليشن زين انت شنو هاي هنا المعوقات؟ المعوقات اللي هنا انا حتاخذ لكم اياها تحت بالخطوط اللي توضحوها اللي هي انه مرات احيانا تلاقي صعوبه انه مثلا تسيطر على المنطقه المصابه اللي يكون من يعني من غير من يكون لها تاثير على المناطق المحيطه لها، يعني لاحظوا اكو صعوبات. لكن رغم ذلك هاي نوعيه من التشالنج تحديات قدروا انه يقدرون قدروا انه حتى يعني قدروا انه يحلوها يعني يحلون هذه النوعيه أيضا من خلال تحسينات اللي يقدر يحسنون بها على النوعية الجسيم النانوي المستخدم واللي تم زرعه داخل جسم داخل المنطقة المصابة. يعني قدروا يسيطرون عليها من خلال استخدام ريمونت يسموها. يعني مثلا عندي جسيمات نانوية في دراج معين أحطهم في الإنسان وأتحكم به عن طريق الريمونت إنه أحكم إنه أخلي الحرارة توصل لهذه المنطقة بدون ما يأثر على يسوي سايد إفكت على المناطق السليمة. هاي هنا يحكي أيضا عندنا فقرة دريشة يقول لك شو أهمية تقنية التكنولوجي في العلاج باستخدام الحرارة. هاي أيضا مطلوب يعني هاي أيضا ما بحكي لكم إياها. فيقول مثلا هنا بهاي الفقرة إنه شو أهمية التكنولوجي. يقول لك هذا هيتينج أو نانو بارتيكلز. من أنا أجي مثلا أحقن نانو بارتيكلز أسوي لها هيتينج المنطقة المصابة راح تسوي لي كونسربل أوبورتيونيتيز أند تشالنجز فور ذا نان باسيف. يعني حتسوي لي عملية مثلا يعني تقلل من الخلايا من المرض من المرض المنطقه المصابه من دون ما يصير عندي نان باسيف من دون اي تدخل اله جراحيه لامس المنطقه المصابه. فهي هذه انه انا الاجسام حقنا داخل المنطقه المصابه وتحقق بها عن طريق حراره معينه راح تؤدي الدور مالتها. يعني ربما اكيد راح تعالج المنطقه المصابه لكن في هاي الحاله بنستخدم without introduction instrument into the body يسمونها هذه non-passive. اوكي مش هنا يبدي بالفقر ايضا هذه ذكرنا شنو اهميه الانواع الجسيمات النانويه اللي تم استخدامها لهذه التقنيه الثيرمال ثيرابي. ايضا استخدموا نوع من النانو بارتيكلز الايرون الجولد ايرون الجولد اكو ايضا اذا ايضا اكو استخدموا الشيل والسيليكا ويا الجولد وايضا استخدموا الكربون نانو تيوبس او اندج ماشين في العلاج باستخدام الهايبوثيرمي وحتى الثيرمال ابليشن. في ناس تبع طريقه يسموها تارجتد فوتو ثيرمال ثيرابي اند ابليشن. هي ايضا كل احد انواع العلاج بالحراره بالثيرمال ثيرابي. لكن لاحظوا انه ايضا اكو طريقه يعني اخرى عندهم يستخدموها في الثيرمال ثيرابي يسموه فوتو ثيرمال ثيرابي اللي هو يعتبر طريقه تريتمنت هو بروسيجر هي طريقه معالجه تضم هنا استخدام اشعاع. يعني هنا اشعاع هو يعني من ايه الجسيمات
تحقن داخل الجسم، وهاي بعدين ايش اسوي، شلون اسيطر عليه، شلون اخليه تتفاعل ويا منطقه المصابه، اسلط طول موجه معين داخل على من الالكترونيك كويس اللي هو اما فيزبل او نير اي ار. هذين اللي يشوفون الفيزبل نير اي ار اللي يصدر عنهم حراره، وبالتالي يعني معناها ايضا دخل المجال انه الفوتو يتحول الى حراره هيت، وبالتالي يحسب بي كوز ثيرمال دامج. بعدين فوتو ثيرمال ثيرابي هو أيضا تعتبر طريقة لعلاج الأعمال السرطانية أو منطقة المصابة السرطانية من خلال طول موجي يعتبر جزء الفوتو تدخل المنطقة ويبدي يفعل الجسيمات المنوية ويتولد منها حرارة اللي تعتمد على طريقة السيفس بلاس نذكرها نبدي شوي شوي نوصلها. بعد يقول لك هاي الطريقة من استخدمها رجع أيضا ليحكي مرة ثانية based on increase in the temperature of cell بناء على يعني إنه زي درجة حرارة السيل such therapy maybe term photothermal therapy يعني هو إنه أنا من حيدخل الإشعاع اللي ذا طول موجة معينة منطقة المصابة راح يقول لك سبب لك زيادة بالحرارة، هذه الحرارة من درجة حرارة 45 أفق يدي المنطقة المصابة تبدي تخف يعني يقل المرض. لكن مو من أول مرة هاي جاتني مستمرة على جلسات حتى يقول لك أكون عوامل التي تجعل طريقة الفوتو ثيرموثيرابي فعالة بالعلاج. هو ده يقول to make photo thermotherapy لنظرها PCT of cancer cell highly effective تحتاج إلى لازم تحكم laser wavelength أن يكون عندي maximal absorbance of nanostructure وأن يكون عندي spectral transmittance of the bio tissue. هذين عوامل تتعلق بطول الموجي وعامل صاص عالي النفاذية تكون أيضا جيدة، هذه راح تثبت أنه فعلا فوتو ثيرمال ثيرابي تكون طريقة مميزة. يعني هاي مفهومنا أيضا. هنا أقول لكم أهم أنواع النانو بارتيكلز تستخدم بهذا النوع من العلاجات. لاحظوا أنه الجول نانو بارتيكلز والنانو شير والسيليكا والجول، وأكو أيضا نوعية مثلا الجول دي تيتانيوم تكون الزنك دي تيتانيوم. أيضا الكور شير لاحظوا أنه هذا ريسنتلي حطم مفعول جيد في هذا النوع من العلاجات. عن طريق شنو؟ عن طريق انه يجيبون مثلا على سبيل المثال مذكور انه نجيب الجولد نانو بارتيكلز اللي هو هنا جلدنا الجولد نانو بارتيكلز، هاي النانو بارتيكلز حيسوي لنا عملية توظيف تسوي لها فاكشواليزيشن يعني بمحاليل تعالج المنطقة المصابة، مثلا هي محاليل اللي عندها سمات تشيل سمات مضادة، اخلي هاي السمات المضادة وطرق تفاعل كيميائية معينة تتسق على الجولد نانو بارتيكلز، وبالتالي تكون مهيئة وموظفة لأن تطبق داخل جسم المصاب وبطول موجي معين وبحرارة معينة راح تتفاعل وتؤدي دورها في علاج المنطقة المصابة. هذا هو يعني مفهوم إنه أنا شلون استخدم النانو بارتيكلز وشلون بدي أفعلها بدي أوظفها حتى شو تصير، حتى تصير جاهزة إنه تقتل المنطقة المصابة. بس طبعاً تأثير مع أن بأطول سيطرة عن طريق أنه استخدم طول موجه معين يكون امتصاص من قدر هذه الشيمات وبالتالي تبدي تتفاعل معها. أيضاً من الميزات المهمة في استخدام السمات النانوية قلنا السمات النانوية تمتلك ميزة مهمة اللي هي السيرفس بلازمونيك اللي هو هذا إحنا حكينا عنه اللي هو يكون مصدر توافق ما بين تزداد السمات النانوية ويا طول موجه معين فيبدي يصير عندك سيرفس بلازمون ريزونانس اللي هو راح يفعل جسيم النانوية جسيمات بصورة عامة وتبدي تأدي دورها في تفاعل مع المنطقة المصابة. حيث انه شنو من تتفاعل يقول لك هاي الفقرة هنا مهمة، حيث الجسيمات النانوية كان كونفيرت لما تمتص طول موجة معينة مثل ليزر راح تسوي عملية تحويل تشينج الأطوال الموجية اللي تمتصها فقط تمتصها الى ثيرمو انرجي. هي هذا مفهوم السيرفس بلازمون انه هو راح يصير ترددات توافق مع ترددات طول موجة معينة راح يصير انتقال للطاقة، تنتقل الطاقة أول شيء تمتص الطاقة بجسيم النانوية على سبيل المثال نجي مرة ثانية نقول الجول من يمتصها راح يتفاعل راح يحول هاي الطاقة الممتصة وهو يحتوي على الأنتي بوديز اللي سوينا له توظيف قبل ما نحقنا إلى داخل الجسم كدراج صار كدراكس راح يؤدي إنه الطاقة الممتصة يتحول إلى ثيرمو إنرجي. هاي ثيرمو إنرجي which makes them good agents for localized cancer therapy. هذا هو شو هاي الفقرة إن هذه مهمة. أوكي أيضا بيقول لك أيضا نرجع إلى يقول شو معنى سيمس بلازما ريزونانس أو أوبتيكال سيمس بلازما ريزونانس اللي يتم عن طريق الكوهيرنت
oscillation. إذا أنا بوضح لكم إنه oscillation جديد، إنه هذا oscillation اللي بيصير هذا راح يقوي طبعاً the scattering and absorption of light لما ينفصل موجة معين. هأذكركم هاي الكتب. وهاي مش تغطوها بالماجستير ما أذكركم. وهي يعتمد على الجسم شلون حجم الجسم المعنوي طبعاً. بعد القسم المعنوية كل حجم لسبب البلازما ريزونانس يختلف عن الثاني. بالإضافة إلى ذلك قالوا إحنا مو بس نوقف عند الجسيمات المعنوية تكون تكون spherical، دخل إلى one dimensional. شافوا إنه carbon nanotubes أيضا إلى دور في علاج المنتقل المصاب. واستخدموه يعني خاصة بالليزر، يعني استخدموه بال بالنظام النبضي والcontinuous. أيضا لاحظوا إنه بالنظام ال pulse mode يصل إنه لما يستخدمون carbon nanotubes يعني يستخدموه يعني عن طريق ال pulse mode إشعاع الليزري تقنون المنطقة المصابة يصل إلى مناطق محددة، بينما الكونتينوس لا يصل إلى مناطق several minutes مناطق أوسع. فلاحظوا أنه أفضل يعني بالكونتينوس. أيضا لاحظوا أنه كاربون تيوبس هو بي مو بي نوعين، في single multi wall وبي single wall كاربون تيوبس وبي multi wall. لاحظوا أنه المالتي wall كفاءته جيدة لأنه يغطي مناطق أوسع ويمتص الـ near IR radiation، يمتصها من التصفيق هحولها إلى يحولها طاقة منفصلة إلى ثرو إنرجي، وبالتالي يطلق الحرارة في المنطقة المصابة. فشوفوا إنه المالتي وول هو أفضل هذه الفقرة هذه أيضا وضحت يعني تم توضيحها لكم. وبالتالي فإنه المالتي وول يعني ميزاته تكون أفضل رغم إنه هو سندب أيضا بالمكابن عزيز، لكن باستخدامات من العلاجات لاحظوا إنه عملية تحويل الطاقة مالتي وول هو أفضل. مالتي وول يعني كارب متعدد جبران. نجي هنا على الآخر فقرة اللي هي نعم بتعطيكم شو ميزات ومضار هذه الطرق اللي شرحناها اللي هي راديوميكليد النان كابتشر نيوترون كابتشر ثيربي والفوتوسيرما. يعني صراحة مو كلها أريدكم تحفظوها لأنه حجبكم هي كل مقدمة أم فراغ واختيارات، فأنت أفهموها في أدفانتج أكدت أدفانتج، وأي استفسار عليها يعني كتبوا لي وإن شاء الله أجاوبكم عليها. فحالياً هذه هي الجزء الأخير من المحاضرة الثانية، إن شاء الله أن تكون يعني وضحت عندكم. أنا أكثر الملاحظات حلتكم إياها هنا حتى تشوفوها، يعني أصلاً تكون واضحة لكم، وحتى حتقرون راح تشوفون على شنو تركزون إن شاء الله أنا رايدتها. وإن شاء الله المحاضرة الجاية أيضاً أهي لكم إياها وقطع لكم إياها بارتيشنات حتى تكون واضحة لكم. شكراً ونشوفكم إن شاء الله بخير. حياتي.